بهذه الصورة التي عكست جمال الموروث الثقافي لمحافظة أبيان. كانت البداية لانطلاق البطولة الرياضية لكرة القدم، البطولة التي جاءت برعاية نادي الجيل في منطقة الحصن وبإشراف مباشر من مكتب الشباب والرياضة في المحافظة. للمرة الثانية في منطقة الحصن نقيم دوري أندية، وكانت التجربة الأولى موفقة، ونأمل أيضا خلال هذه التجربة الثانية أن يحالفنا الحظ على الرغم من الإمكانيات الشحيحة. انطلقت أولى مباريات الدوري الذي يشارك فيه 9 فرقا من أندية المحافظة، والذي حمل اسم فقيد الحركة الرياضية حسين عبد الله عبيد أحد نجوم كرة القدم في أبيان، كما يعد واحدا من مؤسسي نادي الجيل في منطقة الحصن. هذا الحدث يعني ظاهرة كروية مهمة جدا لأبناء منطقتنا ولأبناء محافظة أبيان، لابتعادهم من أي صراعات. المهرجان الكروي حضره عدد من المهتمين بالشان الرياضي كتحفيز للأندية من جهة، ومن جهة أخرى تكتسب مثل هذه الأنشطة الدورية أهمية كبيرة بالنسبة للشباب وحمايتهم من الانجرار وراء الجماعات المسلحة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.